هنتكلم النهارده عن مرض الـ MS. الـ MS للأسف أو التسلق المتناسب بيصيب الشباب من أول 15، مشهور سن الثلاثينات، بس هو بيجي من أول 15 سنة لحد 50، وارد إن هو يجي. هو منشور أو بيحب سن الثلاثينات، لكن هو بيجي في كل الفئة العمرية دي للأسف. الـ MS عبارة عن هجمات، الشائع ان هي ريميشن وريلابس، يعني تروح هجمه تروح وتيجي. ده النوع الشائع، بس في انواع بروجريسيف، الحاله بتفضل تتقدم. والنوع بتاع الريميشن والريلابس اللي بيروح ويجي هو كمان مع الوقت بيبقى بروجريسيف، بيفضل الحاله تتدهور. طيب الـ MS مرض بيصيب الجهاز العصبي المركزي، يعني ايه؟ يعني المخ والنخاع الشوكي، خلاص؟ طيب احنا عايزين نتكلم، طيب هل ده ليه علاج طبيعي؟ اه طبعا ليه علاج طبيعي، وعلى حسب الدي مايلينيشن. هو عباره عن دي مايلينيشن بيحصل في اماكن معينه، الدي مايلينيشن اللي بيحصل في الاماكن دي على حسب الاصابه. مثلا لو جت في البرين ستيم، فيحصل مثلا شلل نصفي على الناحيه العكس، في شلل نصفي ايد ورجل. لو جت في النخاع الشوكي، لو في السيرفايكال كور يحصل شلل رباعي، لو يعني تحت شويه في اي مكان في السيرفايكال كور ممكن يحصل برده شلل للرجلتين اكتر من الايدين. والحالات دي ممكن يحصل على فكره في السيربيلم، يعمل مرض الاتاكسيا او مرض عدم الاتزان. طيب الامراض دي اصلا في الاساس يا جماعه كلها اساسها علاجها علاج طبيعي، بعد ما الدكتور بيكتب العلاج بتاعكم وانتم بتمشوا على علاج مدى الحياه وحاجات عشان جهاز المناعه. العلاج الاساسي بيبقى علاج طبيعي. للاسف مرضى الـ MS ما بيعملوش علاج طبيعي، فللاسف دي حاله احنا بنعالج قطع نخاع شوكي، فدي حاله بتاعه MS دي ماينيشن، تاكل في جزء من الخلايا العصبيه بتوصل لعجز كلي وما بيقدرش يتحرك، مع انه حالته اسهل المفروض من قطع النخاع الشوكي. طيب احنا ايه المطلوب مننا؟ ان احنا بنعمل جلسات، احنا بنقيس حاجه في العيان ده، مشكلته ان هو عنده حاجه اسمها ايزي فاتيجابيلتي، بيتعب بسرعه. فاحنا بنقيس حاجه اسمها الفاتيج سكيل بطريقه معينه في التمارين، بندي تمارين وبندي ريست وبندي تنبيه للعضلات من غير ما هو يتحرك وهو قاعد في مكانه بشكل معين من غير ما يعمل مجهود، وبندي التمرين بشكل معين، بنطلع بشكل معين وننزل بشكل معين من غير ما نوصل العيان لمرحله الاجهاد. وبيبدا يلبس البريسز او الاجهزه الدعامات الخارجيه اللي بتتلبس في الرجل لو هو محتاج، او في الايد، او بنشتغل على الاتزان لو هو عنده مشكله في الاتزان، او بنشتغل على عضلات البلع لو عنده مشكله في البلع. والعيان بيقدر يتحسن وبيقدر يبلع، او بنشتغل على عضلات المثانه لو عنده مشكله في المثانه على حسب الاصابه حصلت فين بنعمله. طب هل ينفع معينة الـ MS علاج مكثف لو عند حد متخصص؟ ينفع، لانه لو حد مش متخصص هتوصل للفتيج وهتتعب، لكن لو حد متخصص بنعرف ازاي ندي تعليمات معينه، ان احنا بندي ريست وبندي بنعمل حاجه اسمها فتيج سكيل، امتى نوقف التمرين من مجرد ما نلاحظ ايه، وامتى نكمل التمرين، وازاي ننشط العضله من غير ما نجهدها. يعني عندنا حاجات اسلوب علاجي معين، ازاي احنا بننشط العضله وازاي بنوقفك حتى لو وصل الموضوع العجز الكلي من غير ما نتعب العضله. ازاي بنشغل عضلات المثانه؟ عن طريق ان احنا بننبه عضلات الحوض وعضلات المثانه، ولو في تيبس بنعمل جهاز الحقن الايوني بمواد بتمنع التيبس او بتقلل التيبس، وبالتالي العيان بيقدر يتحكم في البول. بس طبعا كل ما جينا بدري كانت النتائج بتاعتنا احسن. تمنياتي بالشفاء لكل المرضى. كان معاكم دكتورة رانيا السيد عبد العليم، استشاري الدكتوراه العلاج الطبيعي لأمراض المخ والأعصاب.